اسمع رعاك الله. في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. كيف لا ترجح لا إله إلا الله وهي شهادة الله تعالى لنفسه وشهادة الملائكة له وشهادة أولي العلم لله تعالى بالتوحيد؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا الله العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أيها الإخوة، كيف لا تكون لا إله إلا الله عظيمة في نفوسنا وهي الفرقان بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك؟ كيف لا تكون كذلك وهي أعذب الكلام وأجمل الألفاظ؟ في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.